فيها الأمواج الزرقاء تشكل لوحة هلالية كبيرة في منتهى الجمال، في منتهى الإبداع، في منتهى التنسيق، في منتهى التنظيم. نشاهد ونتابع عندما تصل إلى هنا، تشعر جمال في منتهى الروعة، في منتهى الإبداع. الضربة الآن تأتي والصافرة لشوط المباراة في حراسة المرمى كالعادة عبدالله المعيوف، في خط الظهر محمد البريك وجان سوهنيو متعب المفرج، لكن تصويبة يا رب مستحيل مستحيل، أي بداية مجنونة يا ناصر، نجومية الفريق، قرار يحدده اللاعب وليس مركزه، وليس مركزه. ضربة أولى في الدقيقة الأولى كأسرع هدف في المباريات النهائية، ناصر الدوسري يا مجنون يا مجنون. هل هذه فقرة تابعة للتيفو يا ناصر؟ انظر إلى الضربة، انظر إلى التصويبة، مستحيل القدم اليسرى على لاعبي الفريق الكوري، هكذا يتحدث المدرب. تشكيلة ناصر يقول ابدأ بي أولا، ابدأ المباراة 1-0. نشاهد ونتابع الأجواء التي تبدأ والكرة التي تصل مرة أخرى من جديد. هذا موسى ماريجا، ينطلق صاروخ الهلال، يتقدم موسى. اسمع 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 إلى الأصوات، اسمع المدرجات، استمع إلى التشجيع، استمع وشاهد بالتأكيد. كورية حذاري، تصويبة يا رب، متابعة، الله الله يا معيوف، هذا تصدي سيذكر بالتعليل. الجمهور الذي لا يهدأ، استمع إلى صوت الهلالي، انظر إلى اللون الأزرق الذي تشاهده في كل مكان، انظر إلى المشهد وكأنهم يريدون أن يسجلوا هدفا بأنفسهم. ونشاهد هذه اللقطة، المخرج الذي تجبر هذه الأعلام والشعارات، هذه الأصوات والحناجر على أن يلتفت إليها، وكأنهم يقولون نحن مباراة أخرى. الآن نشوف ماثيوس بيريرا يتقدم عرضيا، والأحاديث بالتأكيد، الكرة بتصل إلى موسى، الله على التشيكاوت، على التمريرة، هناك خطأ، هناك إنذار، اللمسة من جانب موسى والإنذار، الكرة تعود سالم من بعيد إلى جوميز، الله على الاستلام، لكن الكرة بعيدة، الكرة بعيدة يا أسد، انهض انهض يا أسد، إنها ليلة. تحرى تصل إلى سالم الدوسري، هناك سقوط وهناك خطأ. يرسل كرة ماريجا، فرصة الثاني بيلعب لك كرة يا رب، ما زالت الآن سالم، لكن الكرة بتتخلص. يا الله على اللقطة، انظروا عندما يتحرك بيريرا، شوفونا بيريرا إلى بوهانغ، وما زالت رأسية الكورية. هذه المباراة أم يختارها، لكن على أحدهما أن يفعل ذلك، على أحدهما أن يفعل ذلك. هذه الصافرة التي تأتي بعد أن اختار ناصر الدوسري بأن يكون حديث شوط المباراة الأول بالهدف الذي لا ينسى، نجوم والقذيفة التي حركت هذه. محمد عبد الله حسن تحياتي، محدثكم فارس عوض. شوط المباراة بينية وصلت إلى الأسد، الأسد يصوب، ناصر يسقط، حكم المباراة يشير إلى استمرار اللعب. يا لها من فرصة، يا لها من لقطة، فرص فيها بيلعب لك كرة ماريجا قوية، الكرة تصطدم، هناك خطأ يشير إلى حكم المباراة وهناك إنذار، الكرة اصطدمت، ماريجا يتركها، يرسل كرة، الله ضاعت يا بريك، خطيرة لمصلحة الفريق الكوري. حذاري، عدت سلامات، عدت سلامات. شوف عبدالله المعيوف غاضب لأنه يعرف بأن هذه اللقطات الجائزة كما تشير بعض الأحاديث. الكرة الآن في مكان، الله على المرور، الله على التصويب، الله على ماريجا، صاروخ الهلال إذا وصلت لماريجا، وخر عن طريقه، وخر عن طريقه، يلعب دور البطل، يختار الليلة الكبرى، يسجل الهدف الأغلى، الله يا موسى، الله يا موسى.
موسى، موسى يضرب، الهلال يقترب، لا يعتمدون على لاعب واحد فقط، لا تعرف من أين يأتي الخطر، الخطر والضرب من كل مكان أمام الهلال. انظر إلى صاروخ الهلال، سقوط، هناك خطأ، يا لها من ليلة اختارها بعد أن اختار نصف النهائي. يا له من دورة، بيرسل الكرة إلى بلاسيوس، عرضية، الله، بهدفين نظيفين مشاهدينا متابعينا. بعد كان تعود الكرة مرة أخرى، بتعدي حذاري، الله الله، متعب باكا، هنا الانطلاقة، هنا تصويبة سهلة، جوميز عدى، عدى بيريرا، مستحيل سيطر، عدى، بيرسل الكرة، الله، على تمريرة، لكن لازم وصل إليها جوميز، جوميز عدى، بيرسل الكرة، مستحيل مستحيل، ظهرها، لكن الكرة تباطأ فيها لاعب الفريق الكوري، طاح على أرضية الملعب، حاول الضغط سالم، والضغط والمحاولة فيها خطأ، الموازرة، شوف التشتيت، استمع إلى الصوت، وصلت إلى ياسر، بيلعب لكرة في مكان قوية، طمع فيها ياسر، البحث عن تقليص الفارق، تصويبه المعيوف بالثقة، على مرتين الآن، على مرتين الآن، يمراني الصافرة، تأتي الهلال بطلا لدوري أبطال آسيا للمرة الرابعة، الهلال يضرب موعدا مع الثامنة الآسيوية لآسيا، ملك واحد اسمه الهلال.